إذن للعودة لهذا الأمر، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى وما حدث هناك وما يحدث. تنضم إلينا من هناك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا، أرحب بك. بعد أن انتهت الصلاة، يعني هل الحد الأدنى اليوم من الهدوء هو ما يسود محيط المسجد الأقصى؟ وهل أصبح لديك أعداد تقريبية عمن سمح لهم ودخلوا وأدوا هذه الصلاة في الجمعة الأولى؟ دانا، إن كنت تسمعيني كنت أسأل بعد انتهاء صلاة الجمعة هل نتحدث عن الحد الأدنى من الهدوء في محيط المسجد الأقصى وعدد من سمح لهم بأداء الصلاة اليوم في المسجد الأقصى المبارك؟ بالفعل أمال، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس كانت قد قدرت أعداد المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة الأولى ب80,000 مصلٍ، وهذا ليس يعني عدد كبير بالنسبة للجمعة السابقة في رمضان في السنوات السابقة. نرجع ذلك إلى الحواجز العسكرية والمتاريس الحديدية والإجراءات التعسفية الموجودة على أرض الواقع، والتي أعاقت وصول المصلين بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى المبارك. ذكرنا في تغطيات سابقة عن هذه الإجراءات المتمثلة بتحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى من سكان الضفة الغربية، 55 عام للرجال و50 عاما للنساء و10 أعوام وما دون ذلك للأطفال. في المقابل، أهالي القدس أيضا القادمين إلى المسجد الأقصى يمرون في العديد من الحواجز والمتاريس العسكرية والحديدية التي حولت المدينة إلى أقفاص. ونتحدث أيضا أنه كان هنالك توزيع ونشر أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى 3,000 عنصر شرطي، ولكن الوضع الراهن على الأرض ينذر بأن هنالك لربما سيكون تصعيد ومخاوف إسرائيلية وخشية إسرائيلية من تصعيد محتمل، وخاصة وهذا يترجم من خلال كل أعداد الشرطة الإسرائيلية الاحتلالية المتواجدة في تخوم البلدة القديمة وفي القرى والبلدات والأحياء القريبة من المسجد الأقصى والمبارك. وكذلك سيكون هنالك انعقاد للأجهزة الأمنية في مشاورات أمنية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع بعد مرور هذه الجمعة الأولى، إذا ما ستستمر هذه الإجراءات على ما هي عليها اليوم أو سيكون هنالك تخفيض أو توسيع في هذه الإجراءات والتسهيلات كما تسميها إسرائيل الممنوحة. ولكن قبل قليل كنا قد التقينا بالعديد من الناس الذين وصلوا إلى المسجد الأقصى وقالوا بأنهم مروا عن العديد والعشرات من الحواجز، التفتيشات أيضا من الشرطة الإسرائيلية كانت متواجدة، وعلى هبها الآن بدأ المصلون بالخروج من المسجد الأقصى المبارك، وهذا لربما أنعش من جديد حال القدس المحتلة. نعم دانا، ونحن نتابع يعني لقطات لا تتوقف هذه المشاهد من المحتل الإسرائيلي باعتقال الشبان في أي موقف في أي مكان في أي لحظة. سؤالي، الموضوع في شهر رمضان المبارك لا يتوقف فقط على أداء وطقوس صلاة يوم الجمعة، إنما هنالك أيضا بعد الإفطار صلاة التراويح. دانا، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة. شكرا لك دانا.